السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنستكمل سلسلة المدود، ومعادنا النهاردة مع المد المتصل. طبعا بفضل الله أتمينا المد الطبيعي الكلمي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن القسم الفرعي وهو المد المتصل. قبل ما نبدأ كده نعمل لايك للفيديو عشان يشوفه أكبر عدد، واشتراك في القناة عشان خاطر يوصلكوا كل جديد، وأي سؤال تكتبولي في التعليقات. يعني ايه مد متصل؟ بكل سهولة وكل اختصار هقول لكم عشان اللي عايز يكتب تعريف، وهنتدرب ان شاء الله من القرآن ازاي نقرأ. طيب ايه هو المد المتصل؟ بيقول لك المد المتصل ان يأتي حرف المد وبعده همز في كلمة واحدة سواء كان متوسط او متطرف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا عندك اهو، فين حرف المد هنا؟ حرف المد اللي هو الالف، جه بعده همزة، صح؟ في كلمة ايه؟ جاي في كلمة واحدة. طيب الهمز ده جاي في نص الكلمة ولا جاي في اخر الكلمة؟ لا، جاي في نص الكلمة، يبقى هنا اسمه ايه؟ متوسط الايه؟ الهمز، يعني جاي في الايه؟ في وسط الكلمة. يبقى يأتي حرف المد وبعده همز في كلمة واحدة، ده المتصل، عشان كده سميناه متصل. يعني ايه متصل؟ يعني اتصال حرف المد بالهمز في ايه؟ في كلمة واحدة. يبقى ده الشكل اللي هو ايه؟ جاي متوسط الهمز. اما الشكل اللي هو المتطرف اللي هي زي كلمة السماء دي، عندك علامة المد بعده همزة في كلمة واحدة، والهمزة جاية فين؟ في اخر الكلمة، يعني متطرفة، زي ما بقولك طرف الايه؟ طرف الحجاب، طرف الترابيزة، ده اسمه ايه؟ مد متصل. يبقى كده عرفنا ده شكل المد المتصل، ممكن يجيلك في كلمة او همز ايه؟ متطرف الكلمة، وكلاهما هتقولي عليه مد ايه؟ مد متصل. طب ايه هي حروف المد؟ برضو نرجع تاني للذاكرة، كانت الالف والواو والياء، يعني عينيك على حرف الالف وشوفي لو جه بعدها همز في كلمة واحدة يبقى ده اسمه مد متصل، واو جه بعدها همز في كلمة واحدة مد متصل، او ياء لو جه بعدها همز في كلمة واحدة يبقى ده اسمه ايه؟ مد متصل. تعالوا بقى نتدرب كده ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلمة أضاءت، طبعا عندك ايه؟ ألف اهي بعدها همز، وطبعا جاية في كلمة، دي كلمة واحدة اهي، يعني مش همز في كلمة تانية، لا ده جاية في كلمة واحدة. طيب علامته في المصحف بتلاقي العلامة زي موجة البحر، بيسموها موجة البحر. فلقينا علامة المد اللي هو الألف بعده همز، يبقى ده اسمه ايه؟ مد متصل، خلاص. طيب وايه يعني ايه حكمه؟ لما اجي اقول لك حكمه، حكم المد هنا ايه؟ تعرفي بقى يا اما وجوب يا اما جواز يا اما ايه؟ يا اما لزوم. المد المتصل حكمه الوجوب. يعني ايه الوجوب؟ يعني تزوديه عن حركتين، ما ينفعش تقلليه عن حركتين. كم حركة؟ 4 أو 5 حركات. يبقى وجوب المد المتصل 4 أو 5 حركات. طبعا احنا في ايه؟ التوسط هو المقدم في القراءة. يعني ايه توسط؟ يعني اخد بال4 حركات. يبقى اول ما تشوفي العلامة دي بعدها همس هتمدي كم حركة؟ مدي 4 حركات، تمام كده؟ يبقى أضاءت. يعني ايه 4 حركات؟ يعني انت عندك حركة الفتحة هي حركة واحدة، فانت ايه بمقام 4 حركات من الايه؟ من الحركة دي، خلاص. طيب تعالي المثال الثاني اللي احنا بنقول عليه متطرف الهمس، يعني جاي في ايه؟ في كلمة واحدة بس جاي ايه؟ في متطرف. السماء، هنا المتطرف هنا بقى ده اسم برضو مد متصل، يبقى عرفنا وجوه مده 4 أو 5 حركات و6 حركات في الهمز. يعني ايه متطرف الهمز؟ زي كلمة السماء اهي، عندك همزة متطرفة، هنمده كام حركة؟ هنمده عند الوقف لو انت هتقفي هتمدي كام؟ جواز مده 6 حركات عند الوقف فقط، ليكي جواز 4 أو 6، لكن في الوصل ايه؟ 4 زي ما احنا ماشيين بناخد بالتوسط، التوسط هو المقدم 4 حركات، لكن لو وقفت ب6 جائز عادي، لو وقفت ب4 جائز عادي، خلاص كده. يبقى لو كان 6 حركات لو كان الهمز ايه؟ متطرف. طيب ليه المد المتصل بيجي مع الالف الصغيرة؟ عندك اهي جاية ايه؟ اولئك، ادي الف صغيرة عليها علامة موجة البحر بعدها همزة، وده جاي اسمه ايه؟ متوسط الهمز. يبقى ده اسمه ايه؟ مد متصل واجب 4 أو 5 حركات. يبقى ده شكل تاني بيجي مع الالف الايه؟ مع الالف الصغيرة. تعالوا ناخد مثال كمان مع الواو والياء، اهو جايلك اهو سوء العذاب، عندك حرف الواو
وبعده همز. ركزي الواو الاول حرف المد الاول وبعده همز عشان الايه ما تتلخبطيش. يبقى شوف حرف المد وبعده همز في كلمة واحدة اهي، يبقى ده اسمه مد ايه؟ مد متصل واجب 4 أو 5 حركات. يبقى ممكن يجيلي مع الالف او ممكن يجيلي مع الايه؟ مع الواو. المهم ان يجيلي حرف المد وبعده همزة في كلمة واحدة، سواء جاي في المتطرف او جاي في الايه؟ في وسط الايه الكلام زي دي برضو. نساءكم ادي اهي الالف بعده همز، في يبقى هنا مد ايه؟ متصل واجب 4 أو 5 حركات. طيب في برضو مثال مع الياء، مثلا مع الياء ادي عندك اهو علامة الايه؟ عندك الياء وبعده همز في كلمة واحدة وجاي متوسط الايه؟ متوسط الهمز، فجاي الايه؟ الياء وبعدها همز في كلمة واحدة. يبقى هن وعلامة المد كمان جاية لك اهي، يبقى ده اسمه مد ايه؟ مد متصل واجب 4 أو 5 حركات. يبقى كده عرفنا ان لازم الالف او الواو او الياء يجي بعدها ايه؟ بعدها همزة على طول في كلمة واحدة، عشان كده سميناه ايه؟ مد متصل. خلاص كده وجوب مده 4 أو 5 حركات، و6 حركات لو كانت الهمزة ايه؟ جاية متطرفة. دورين ان شاء الله بقى مع التدريبات، كل مرة ننزل لكم اسئلة مع التدريبات. وجزاكم الله خيرا، ولايك وشير عشان يوصل لكل سؤال اكتبولي في التعليقات. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.